أنا شايف أنه السؤال اقترحت الأخت أسماء هو سؤال سهل لكن في منتهى الصعوبة الإجابة عليه. لأمرين، إما أن يكون أن إحنا لأنه في المجتمع ذاته ما بنشوفه من بعيد يمكن غيرنا يقدر يحكم أنه الناس بيقشوا في المجتمع ده، وجايز إحنا عشان جواه ما بنشوف شو شنو. لكن الشيء اللي يقال في الإجابة على السؤال ده الممكن يقال على أنه المجتمع الجمهوري ده هو مجتمع نشئ على مرعى وعلى يد على يد وعلى عين الأستاذ، صنع على يد الأستاذ ليكون اللجنة الأولى في صرح كبير يشمل العالم إن شاء الله، وما هو إلا الإسلام، إلا هو الإسلام وهو الدين بكل ما تعمل هذه المعارف. الدين أو الإسلام اللي فيه متوج الدين أو بالرسالة الثانية متوج الدين من يوم الدين قام، ده أهميته في أنه المجتمع الجمهوري السعري مربى ليرشح ليطبق السلام أو مكان السلام في الأرض أو ليطبق أو يعد المسرح لإقامة السلام في الأرض. الجمهوريين أو المجتمع في عامة محتاجين إلى السلام. السلام ده بيبدأ بالسلام مع النفس، إذا ما عند إذا فقد الشيء ولا يعطي. إذا الأرض كلها محتاجة إلى السلام ما بيديها السلام اللي زول سالم في نفسه. نحن واثقين من أن الأستاذ سالم في نفسه، واسي السلام اللي في نفسه ده بيفيض علينا اللي واسي احنا بنحاول نعيشه مع امكان ان شاء الله نقدر عليه، انه ان نكون في سلام مع انفسنا وان نكون سلام في داخل المجتمع الجمهوري، لكي يكون نكون في لكي يكون السودان يكون في سلام. من ذاك الوقت انه المساله تتعدى القطر السوداني للعالم اجمع في ان يعمها السلام. والقيمة الأسعدي بالأدبار إخوان الجمهوريين وبالهجوا بها طوالي وفي لسانهم رفضت بها في أنه هم عندهم حل المشكلة المستعصية من أول الخليقة إلى اليوم، بالتوفيق بين الحرية الفردية المطلقة والمساواة الاجتماعية الشاملة. فدعوة الناس أو رفع الشعار ده الناس اللي بيرفعوه أن يكونوا ماشيين في أن يكونوا أحرار حرية فردية مطلقة، وأن يكون في مجتمع متساوي مساواة تامة، ده الشيء اللي يقدر يميز الإخوان الجمهوريين عن غيرهم. والإخوان الجمهوريين هم الإخوان، والإخوان هم البشرون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور ان اخوان الجمهوريه كلهم حديث ما شوقا، من اخوانك يا رسول الله الذي يحوز سنتي بعد انتهائها. فالمجتمع الجمهوري اذا بينه من العلايق والوشايج والحب والاحترام ما يخلي امكان ديمقراطية واشتراكية مساوسية ديمقراطية واشتراكية مساوية اجتماعية ممكنة، تبقى ده مظهر مش مظهر يصهر به في السودان أو المراقبة السوداني، لا يشوفه العالم كله، لا العالم كله بيلهج بدي وفاقد دي، العالم كله عاوز ديمقراطية واشتراكية في جهاز واحد، دي ما لاقينها، كله بيتلفتوا ليه ما لاقينها وفاقدينها. السلام موجود والسلام حاجة كل إنسان لو تحاضر، ما بيجي إلا إذا كان موجود النظام ده. النظام ده موجود إلا في الإسلام، وفي الإسلام ليه؟ لأنه عنده شريعتين، شريعة للجماعة تنظيم للجماعة وتنظيم للفرد، شريعة للجماعة تنظيم للجماعة ب ب ب ب
في مسائل خاصة وتشريع للفرد بأسلوب خاص. تنظيم الجماعة كما يدعو الإخوان الجمهوريين بأن تكون في ديمقراطية واشتراكية ومساواة اجتماعية. الفرد قانونه شريعته في شريعتين يعني الشريعة دي في الشريعة الثانية في أنه يتبع الهدى النبوي. الهدى النبوي اللي بيهو الناس يصبوا كلهم في قارب واحد حتى يحسوا كلهم بإحساس واحد، يحبوا كلهم حاجة واحدة، يحبوا الوجود كله أن يكون في حالة أحسن ما هم عليها. وده ما بيكون إلا إذا كان هم اتبعوا الهدى النبوي أو انصبوا في الغالب النبوي. والقاعدة الذهبية قال الأستاذ بأنه بتجليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد دينها في المرحلة، لكن في الآخر يتوحد العالم. العالم يتوحد في شخص واحد أتى من القرن العشرين وعاش في القرن الرابع عشر و القرن السابع وهو الآن معنا موجود وفيه المقومات كلها الديمقراطية والاشتراكية وهو في سلام مع نفسه وباتباع الهدى النبوي. فالإخوان الجمهوريين ميزتهم الحق أن تكون، واللي هي أنا فكرة بادية فيها، لأن هم فعلا من التساند والمحبة والتقليد النبوي في المستوى ما المستوى المطلوب فعلا، لأنه المستوى المطلوب فعلا ما بنحتاج إلى أي حاجة، الأمور بتمشي يعني كلها أمر ربها. لكن في الوقت الحاضر أنه هم مرشحين ترشيح قريب جدا جدا، لأنه هم الإخوان المنتظر عز الإسلام دول. فأنا شايف الإخوان الجمهوريين في مجتمعهم ده هم الجرثومة الأولى وهم اللجنة الأولى في البنيان الصرح الكبير الشامل اللي بيشمل العالم في الغد الغريب إن شاء الله.